السلام عليكم، أهلا بكم في البوصلة. مع نهاية الشهر الرابع من الحرب الإسرائيلية المجرمة على الشعب الفلسطيني في غزة، نتوقف اليوم مع حركة حماس وقراءتها لمشهد الحرب ورؤية حركة حماس لخطة السلام التي مرت بخطة باريس ثم لقاءات القاهرة وما يجري اليوم من عملية في رفح، ثم رؤية حركة حماس لتداعيات هجمات البحر الأحمر على المشهد في غزة، وإلى أين تتجه هذه الحرب ومستقبلها. نتوقف اليوم مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ محمد نزال. أستاذ محمد نزال، نتشرف بك وبوجودك معنا في البرنامج، أهلا بك. حياكم الله وأهلا بك وبالمشاهدين الكرام، وأتشرف بالحوار معكم والظهور على شاشتي. أستاذ محمد نزال، حركة حماس كيف تقرأ المشهد الآن ونحن في نهاية الشهر الرابع لهذه الحرب؟ قراءتنا لمشهد معركة طوفان الأقصى التي اشتعلت في 27 أول أكتوبر الماضي تقول ما يلي: تلقى الاحتلال ضربة قوية جدا في 27 أول أكتوبر، وحققت هذه المعركة أهدافها في اليوم نفسه، ولكن منذ 8 من تشرين أول أكتوبر في اليوم التالي للحرب بدأ العدوان الصهيوني على قطاع غزة من أجل الثأر والانتقام وإعادة الاعتبار للكيان الصهيوني الذي بدأ كنمر من ورق، وإعادة الاعتبار للجيش الذي لقب بأنه الجيش الذي لا يقهر، فإذا بفتية مؤمنين أطهار يقهرون هذا الجيش ويذلونه ويضعونه في حجمه الطبيعي وليس في حجمه المجازي والمبالغ فيه. نحن إذن منذ 8 من تشرين أول أكتوبر ونحن نتعرض لعدوان صهيوني غاشم دمر الحجر والشجر وقتل البشر دون تمييز، قتل الأطفال الرضع بل الأطفال الخدج الذين أخذهم من الحافظات التي كانوا يعيشون فيها، وقتل النساء والشيوخ الكبار والمرضى والمسنين، قتل الجرحى، اقتحم المستشفيات، دمرها، دمر المساجد والكنائس، المدارس والجامعات، المساجد، المنازل، الأبراج السكنية. إذن خلال الأربع شهور الماضية ونحن نواجه عدوانا انفلت من كل عقال، انفلت من الضوابط الإنسانية والأخلاقية والقيمية والقانونية، لم يراعي الحرمات ولم يراعي المقدسات. طيب أستاذ محمد نزال، نعم. هذا ما يمكن قراءته بشكل أولي عن هذه المعركة. أحييك أستاذ محمد نزال. في الحقيقة هناك أسئلة كبرى تطرح من هنا وهناك وتثير الأسئلة خيالات أخرى منفلتة، لأنه إذا غابت الحقيقة تمتلك الإشاعة قوة الحقيقة يا سيدي، ووظيفتنا أن نحمل الأسئلة الصادقة إلى أهل الشأن ونستمع منكم على الإجابات. هل رأت حركة حماس أنه قد آن الأوان للاستجابة لخطة سلام وإيقاف هذه الحرب؟ نحن رأينا منذ الوقت المبكر أنه لا بد أن تضع الحرب أوزارها، ولكن ليس بأي ثمن، وقدمنا تصوراتنا إلى جميع الأطراف المعنية حول كيفية وقف هذا العدوان ووقف هذه الحرب، ولكن نتنياهو المأزوم والذي يعيش في مأزق منذ 7 من تشرين أول أكتوبر
يريد أن يوقف العدوان باستسلام المقاومة برفعها الرايات البيضاء، هو لا يريد أن يدفع الثمن، لا يريد أن يطلق سراح أسرانا، لا يريد أن يوقف العدوان على قطاع غزة، بل يريد أن يبقي مفتاح العدوان بيده متى شاء ومتى أراد. لا يريد الانسحاب من قطاع غزة، يريد أن يجوع الشعب الفلسطيني، أن يتحكم في حركة الدخول والخروج للأفراد والبضائع والمواد التموينية والغذائية، وحتى المياه قطعها والكهرباء قطعها والاتصالات قطعها. هو يريد أن يعاقب الشعب الفلسطيني لأنه تجرأ أن يواجه جيشه المهزوم. ولهذا نحن منذ وقت مبكر قد طرحنا وقف العدوان ووضعنا الآليات المناسبة، ولكن نتنياهو لا يريد أن يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. طيب، في هذه اللحظة من التاريخ الآن هناك أحاديث عن خطة سلام بعد أن مرت بمرحلتين، ما جاء من محاولة اتفاق في باريس وما جاء بعدها من زيارات إلى القاهرة. حدثنا عن هذه التفاصيل لو سمحت، وأين وصلتم؟ في باريس اجتمع ممثلون عن قطر ومصر والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأنتجوا ورقة سميت بورقة باريس تضع تصورا للتعامل مع الأزمة والأحداث. ولكن المفارقة أن هذه الورقة لم تشر إلى إعادة الإعمار، لم تشر إلى وقف إطلاق النار، لم تشر إلى انسحاب القوات الاحتلال. وفيما يتعلق بتبادل الأسرى أبقت الأمور غامضة، حيث هناك مطلب للاحتلال بإطلاق الأسرى كانت الأمور واضحة، أي المطلوب. وعندما ننتقل إلى الأسرى عند عند الاحتلال فالأمور ليست واضحة ويمكن تأويلها ويمكن الالتفاف عليها. قدمنا ردنا على مبادرة أو ورقة باريس التي سميت أنها اتفاق الإطار، وسلمناها في القاهرة إلى الوسيطين المصري والقطري. وبعد ذلك جاء وفد من قبل نتنياهو وقدم رده على الرد، ومن رده استنتجنا ووجدنا أنه قد أعاد إلى نقطة الصفر، وهو ما يعني أنه ليس جادا. وإنني هنا أعني نتنياهو بشكل أساس، لأن نتنياهو لا يريد أن يوقف الحرب، والسبب أن وقفه للحرب سيعني أنه سيبدأ سلسلة من المحاكمات القضائية في الكيان الصهيوني بتهمة الفساد المالي والإداري، وبالتالي هو يريد أن يبقي المعركة مفتوحة إلى ما شاء الله، وهذا أمر لا يمكن لأي منا أن يقبل به، لأننا معنيون بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. طيب، الآن الحديث عن خطة سلام جاءت بعد زيارة القاهرة، أو ورقة سلام أو دعوة سلام. ليس هناك ورقة اسمها ورقة سلام، هناك ورقة من قبل الكيان الصهيوني كما قلت أعادتنا إلى نقطة الصفر، وبالتالي لا ندري ما الذي يمكن أن تخبئه الأيام المقبلة. نحن أمام عدو غاشم شرس، عدو تميز خلال مسيرته
منذ احتلال فلسطين قبل 75 عاما بالغدر والخيانة والمكر والخداع وبالعنجهية والاستعلاء. طيب. وهو لا يمكن أن يصدق أن مقاومة فلسطينية لا تكافئه بالقوة المادية يمكن أن تهزمه وأن تذيقه المرارات والعذابات كما طيب. حدث في 7 من تشرين أول أكتوبر. أريد أن أسألك عن المشهد في جنوب لبنان وتأثيره. الاحتلال يحاول أن يهرب من قطاع غزة إلى الجنوب اللبناني وإلى لبنان. هو يريد معركة إقليمية يفرض من خلالها دخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكون جزءا لا يتجزأ من الصراع العضوي في المنطقة. الولايات المتحدة هي ترعى العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول، وغطته وأعطته الغطاء السياسي والقانوني والقضائي والمالي والعسكري والأمني واللوجستي، ولكن الاحتلال يريد أن يزج بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، لأنه يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي يمكنها أن توجه الضربات لإيران، وبالتالي هو يريد أن يزج بالمقاومة في لبنان في هذه الحرب حتى تتدخل بشكل أو بآخر إيران، وحتى تدخل الولايات المتحدة وتتوسع الصراع ويتوسع الصراع ويمتد إقليميا، وهذا من مصلحة نتنياهو لاعتبارات عديدة، أولها ما يتعلق بقصة بقائه في سدة الحكم في الكيان الصهيوني. وماذا عن عملية رفح؟ عملية رفح يسير نتنياهو بمسارين: مسار الضغط التفاوضي عبر التهديد باجتياح رفح، والضغط التفاوضي المقصود أن يدفع المقاومة الفلسطينية وفي طليعتها حركة حماس لتقديم التنازلات حتى يخرج منتصرا. أما السياق الآخر فهو سياق استمرار المعركة الممتدة في قطاع غزة. هو خاض معركته في مدينة غزة وفي شمال غزة وفي المناطق الوسطى وفي خان يونس، وبقيت محافظة رفح في أقصى الجنوب يريد أن يثأر من أهلها وشعبها حتى يوزع انتقامه على جميع فئات الشعب الفلسطيني. طيب لو أسألك بسؤال يعنينا كثيرا في اليمن والمنطقة عن أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، تقييم حركة حماس لهجمات البحر الأحمر وهل لها من ارتدادات على المشهد في غزة؟ نحن نثمن أي جهد يبذل على المستوى العربي أو الإسلامي أو الإقليمي أو الدولي مهما كان هذا الجهد، لأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يدافع عن فلسطين وأرضها ومقدساتها فحسب، إنما يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن أحرار العالم. وبالتالي بالتأكيد نحن نثمن أي جهد في أي سياق، لكن ينبغي هنا أن أشير إلى نقطة هامة، أنه كلما كان الصراع مباشرا مع العدو الصهيوني كلما وجه الضربات إلى الكيان الصهيوني بشكل مباشر كلما كان ذلك أجدى وأنفع. لأننا نريد
أن ندفع الكيان الصهيوني إلى وقف العدوان. ومن الواضح أنه حتى اللحظة لم يتوقف العدوان لاعتبارات عديدة، ومنها أن الكيان الصهيوني لا يشعر أن هذه المعركة هي معركته بشكل مباشر. هو أحال الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي التي أصبحت في مواجهة هذا الحراك العسكري في البحر الأحمر، وهو تفرغ لمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعلى الشعب اللبناني في الجنوب اللبناني. ولهذا كلما كانت المعركة مباشرة مع العدو كلما كان يمكن أن نضغط عليه لوقف هذا العدوان الغاشم. أريد أن أسألك أستاذ محمد نزال عن رؤية حركة حماس وتقديرها للمواقف العربية، على الأقل الطرفين العربيين المباشرين قطر ومصر، ورؤيتها لبقية المواقف العربية. يعني بدون الدخول بأسماء وتحديد أسماء الدول، يؤسفني القول إن المواقف العربية عموما لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الدينية، المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية السياسية، المسؤولية القومية، لا ترتقي. والعرب يتوزعون بين عدة فئات: فئة متواطئة ومتورطة في هذا العدوان الغاشم القذر، وفئة عاجزة ومستسلمة ولا تستطيع أن تقدم شيئا أو لا تريد أن تقدم شيئا لحساباتها وعجزها، وفئة تحاول أن تسدد وتقارب وأن تبذل ما تستطيع. ولكن بالمجمل لم يرتقي الموقف العربي الرسمي، وأشدد هنا على الرسمي، نعم، إلى مستوى المسؤولية في هذه المعركة التاريخية، في هذه الملحمة البطولية، في هذه المعركة التي لها بعدان ووجهان: بعد بطولي وبعد كارثي، كارثي على المستوى الإنساني وبطولي على مستوى المقاومة وصمودها وبسالتها. طيب نتوقف قليلا مع الدور المصري والدور القطري على الأقل. يعني هناك جهود تبذلها قطر ومصر في السياق التفاوضي المتعلق بوقف العدوان على قطاع غزة، لكن بالتأكيد لا يمكن المقارنة بين مصر وقطر من حيث الدور. مصر بلد عربي كبير له ثقله، مصر لديها حدود مع قطاع غزة ومع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مصر لديها معبر رفح الذي ينبغي أن يدخل من خلاله الناس ذهابا وإيابا، أن تدخل البضائع، أن تدخل المواد. مصر تتعرض الآن لضغوط كبيرة لقبول المهجرين الفلسطينيين إليها، هذا يعني أنه لابد من دور مصري كبير يتناسب مع ثقلها ووزنها. ومن المؤسف أن هناك أصواتا يعني ترتفع بشكل مسيء ومعيب، يعني مثلا الإعلام المصري الآن يهدد الفلسطينيين أنه في حال دخولهم إلى رفح إذا هجروا أنه سيتم تكسير أقدامهم وسيتم قتلهم، وكأن الفلسطينيين يريدون أن يهاجروا. الفلسطينيين لن يهاجروا من أرضهم، سيبقوا ثابتين صامدين على أرضهم، ولكن لا ينبغي أن يقابل صمود الفلسطينيين ب
بلغة التهديد التي نراها في بعض وسائل الإعلام المصرية ويمكن أن ترى ذلك. إضافة إلى ذلك أن العدو الصهيوني يقوم بحملة ضد مصر، وما ينبغي أن يكون هناك موقفا واضحا من السلطات المصرية. العدو الصهيوني اتهم مصر في محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنها هي التي تغلق الحدود. الرئيس بايدن قال بأن الرئيس المصري كان قد أغلق الحدود وأنا ضغطت عليه لفتح الحدود، وأشياء كثيرة جدا تقال في الإعلام الصهيوني، ما يعني أن هناك استهدافا ومحاولة لإثارة الفتنة والوقيعة بين مصر والشعب الفلسطيني، وهو ما يقتضي ردودا واضحة وحازمة لهذه المحاولات لتشويه دور مصر ولتشويه الموقف التاريخي للشعب المصري مع الشعب الفلسطيني في جميع المعارك التي تمت على مدار تاريخ هذا الصراع. نعم أستاذ محمد. أما بالنسبة للأردن، نعم الشعب الأردني منذ 27 أول أكتوبر وحتى الآن ما يزال يخوض معركة شعبية من خلال حرارة مستمر ودائم، من خلال التفاعل مع القضية الفلسطينية وما يجري في غزة، وهذا بالتأكيد أمر يحترم، ولكن يبقى الأمل دائما بأن يعني تزداد الوتيرة وتزداد الفعاليات وأن يبقى الحراك الشعبي في مناهضة العدوان الصهيوني على قطاع غزة مستمرا ومتفاعلا إلى أن يتوقف العدوان. المواقف الدولية الأوروبية والأمريكية من وجهة نظر حركة حماس هي مواقف مؤسفة ومدانة، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا. فهذا التحالف أمن الغطاء للعدو الصهيوني وكان له سلوك مدان وغير أخلاقي ومتجاوز لكل مبادئ حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والإنسانية والقيمية. صحيح أن بعض هذه الدول حاول بشكل أو بآخر أن يحسن من موقفه، وأعني هنا فرنسا وإيطاليا، ولكن يبقى هذا التحالف هو مناهض لحقوق الشعب الفلسطيني، تحالف قميء، تحالف قذر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. أستاذ محمد نزال، في الحقيقة هذه الحرب كان في الأساس هدف الكيان الصهيوني فيها هو المشهد في غزة، ثم امتدت إلى جنوب لبنان، فإذا بها تخرج عن الجغرافيا السياسية لتشمل أن هناك قصف في العراق، ثم قصف في سوريا، ثم يعني إيران تقصف باكستان، باكستان تقصف إيران، تجاوزوا جميعا هذه القصف المتبادل حتى جاءت أمريكا وبريطانيا وتقصف في اليمن. ما قراءة حركة حماس حتى الآن؟ يعني بالتأكيد هذه المعركة ليست معركة في حقيقتها معركة محلية. فلسطين كانت وما تزال وستبقى على الدوام محطة جغرافية أساسية في الجغرافيا السياسية في المنطقة، ليس للأسباب التاريخية والدينية فحسب، ولكن لما تمثله هذه القضية من رمزية كبيرة لدى الشعوب العربية والإسلامية ولدى أحرار العالم. لقد تحول قادة المقاومة الفلسطينية الآن إلى رموز
ملهمة يهتف بأسمائها في المظاهرات والمسيرات، ليس في العالم العربي والإسلامي فحسب، بل حتى في العالم الأجنبي غير العربي وغير الإسلامي. لماذا؟ لأن هذه المعركة وهذه الملحمة البطولية لها تداعيات ليس في المنطقة فحسب، بل على العالم كله. لهذا رأينا ما جرى، وأنا برأيي لو أن الدول العربية على وجه التحديد تحملت مسؤولياتها وزجت في هذه المعركة، انخرطت في هذه المعركة، فإننا سنجد أنفسنا أمام حرب عالمية متعددة الأبعاد. صحيح أنني وصفت معركة طوفان الأقصى بأنها حرب عالمية ثالثة على غرار الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكن المؤسف أنه في الحربين كان هناك طرفان، تحالفان متضادان يقاتلان بعضهما بعضا، ولكن في هذه الحرب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو الوحيد الذي انفرد بالمواجهة والمقاومة. وهذا أمر مؤسف، وإلا لكنا قد شهدنا حربا عالمية ثالثة متعددة الأبعاد والزوايا والأثر. أستاذ محمد نزال، هذه المظاهرات التي تجوب شوارع الكوكب الأرض ربما مع الشعب الفلسطيني في غزة، ما هو رأس مالها لدى حركة حماس؟ كيف استثمرتها أو استفادت منها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية؟ أعد السؤال، لم أسمع السؤال. أسألك يا سيدي عن المظاهرات التي جابت شوارع مدن العالم من أوروبا وأمريكا إلى الشرق وحواليه، كيف استطاعت هذه المظاهرات أن تكون رأس مال للمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس، وكيف استثمرتها حركة حماس والمقاومة عموما؟ يعني حتى لا نقلل أو نهون من الحراك الشعبي وتحديدا الدولي، ينبغي الإشارة إلى أن هذا الحراك هو الذي أيقظ الشعوب هناك. في بداية الحرب لم تكن الشعوب على إدراك ووعي لحقيقة ما يجري، غير إنسانية وغير أخلاقية، وأنها قتلت المدنيين واغتصبت النساء وجزت أعناق الأطفال. الذي جرى أنه مع تصاعد العدوان الصهيوني وبعدما ازدرت المستشفى المعمداني في غزة، بدأت الحقائق تتكشف، وبدأ الشارع في أوروبا والأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وفي أفريقيا وآسيا يتحرك، وبالتالي أصبحت هناك ضغوط شديدة جدا على أصحاب القرار في هذه الدول. الأمر الآخر، الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا، هذا لم يكن ليحدث لولا هذه الحملة السياسية والإعلامية لتبصير الناس، عموم الناس، بحجم الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية، الجينوسايد في قطاع غزة، وهي تكاد تكون أكبر الجرائم الإبادة الجماعية التي حدثت في التاريخ المعاصر، وهذا ليس فيه أي مبالغة. إذن لا نستطيع أن نقلل أو نهون من هذا الحراك الشعبي في دول العالم، ولكن يراد له أن يستمر وأن يمضي وأن يتواصل، لأن المعركة مستمرة، ولا ينبغي لنا أن نترك أي أداة من أدوات هذه المعركة، وعلينا أن نؤمن لهذه الأدوات أن تستمر وأن تتواصل. ودورنا في حركة حماس هو في التواصل السياسي والإعلامي والشعبي، وأظن أن الحركة إضافة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية التي تقف إلى جانبنا
بذلت ما تستطيع من أجل نقل الصورة حية لهذا العالم المترامي الأطراف. نعم أستاذ محمد نزال، في الحقيقة هناك أسئلة تتعلق بالسجال الفلسطيني الفلسطيني، وإن كانت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني قد صمد في وجه الاحتلال الإسرائيلي، لكنه ربما مهيأ لأن يأكل الطعم والعودة للخلاف الداخلي. أسألك يا سيدي عن موقف حركة حماس ورؤيتها الحالية لموقف السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن. نحن منذ اليوم الأول للمعركة كانت لنا سياستنا في أننا لا نريد أن ننجر لأي صراع فلسطيني داخلي، وأنه ينبغي أن تكون الأولوية للمواجهة مع العدوان الصهيوني، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وعليه التزم القادة والمتحدثون من الرموز بعدم الدخول في أي خلافات جانبية. يوم أمس فوجئنا ببيان أو بتصريحات منسوبة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يطالب فيها حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة التبادل حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني. هذه التصريحات وجدنا أنها تصريحات غير مقبولة، ولا ينبغي أن تصدر من شخص يقدم نفسه على أنه زعيم للشعب الفلسطيني. لماذا؟ لأنه بهذه التصريحات تحدث مطالبا حركة حماس، ولم ينبس ببنت جفا اتجاه العدو الصهيوني. فإذا أنت تريد إطلاق سراح الأسرى الصهاينة فيمكن أن تطالب بذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهم بضعة آلاف، وقد يكونوا وتكون أعدادهم قد تجاوزت 10,000 بعد معركة 7 أكتوبر. فهذا كان تصريح مثير للاستهجان، ليس من قبل حركة حماس ولكن من قبل كل الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي، لأنه كان يتوقع بعد صمت طويل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يخرج ليوجه رسالة واضحة بتحميل المسؤولية للعدو الصهيوني ومطالبته بوقف العدوان ومطالبته بالانسحاب من قطاع غزة وإدخال المواد الغذائية والدوائية والتموينية إلى قطاع غزة. الأمر الآخر أن الحديث الآن عن حكومة تكنوقراط، حكومة جديدة، يجري الحديث عن أسماء وترشيحات دون أن يتحدث أحد مع حركة حماس حتى اللحظة، ويتم تسريب أسماء محددة دون أن تستشار حركة حماس. حركة حماس التي تقدمت الصفوف وأشعلت معركة بطولية وملحمة بطولية وقدمت التضحيات هي وأبناء الشعب الفلسطيني بالتأكيد وفصائل المقاومة، لم تستشر في هذه الأسماء ولم يؤخذ إذنها. ولماذا يراد تشكيل حكومة تكنوقراط؟ ليس لأسباب سياسية، إنما للإشراف على إعادة الإعمار، وكأن المنتظر فقط الحصول على أموال الدعم. إعادة الإعمار بعد أكثر من 4 شهور يأتي بعض هؤلاء ليبحثوا عن المال المغمس بدماء الشعب الفلسطيني. ولهذا نحن لا نريد أن ندخل في سجال داخلي، ونحن نوجه بنادقنا وأصواتنا إلى الاحتلال الصهيوني، والمعركة واضحة بالنسبة لنا، ولكننا عبرنا عن استيائنا من هذه التصريحات
وكما يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة علي من وقع الحسام المهندس. نعم أستاذ محمد نزال، أيمكن أن يكون مثل هذا التصريح من الرئيس محمود عباس أبو مازن هو القشة التي ستقسم ظهر البعير، وبالتالي سنجد المشهد الفلسطيني وقد تفرغ للخصومة الداخلية على حساب المشهد الكبير في مواجهة الاحتلال؟ لا يوجد بعير حتى يقسم ظهره، فمنذ العدوان على الشعب الفلسطيني في 27 أول أكتوبر لم يجري أي لقاء مع حركة فتح، وبالتالي نحن نعبر بكل وضوح الأبواب ممدودة، الأيادي ممدودة والأبواب مفتوحة لحوار وطني فلسطيني فلسطيني يضع النقاط على الحروب. نحن لا يمكن أن ننجر إلى سجال ومناكفات داخلية، فالشعب الفلسطيني قد مل من الخلاف الداخلي، ولكننا عبرنا فقط عن رأينا في هذه التصريحات التي صدرت. نعم. لا أكثر ولا أقل. نعم أستاذ محمد نزال، قالوا أهل مكة أدرى بشعابها، وبالتأكيد لن يكون هناك أدرى من الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية تحديدا من ما هي مصلحة الشعب الفلسطيني بعد هذه الحرب أو من نتائج هذه الحرب. أسألك يا سيدي، إن كان لدى حركة حماس من تصور إلى أين تمضي هذه الحرب، ما هي نهايتها من وجهة نظركم؟ قبل 27 أول أكتوبر كانت القضية الفلسطينية قد دخلت في دهاليز النسيان، ولم تعد القضية الأولى والمركزية لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي. غابت القضية الفلسطينية عن الأجندات الإقليمية والدولية، ومنها الأجندة العربية والإسلامية. دخلت بعض الدول العربية في موجة من التطبيع ومن اختراع ديانة جديدة هي الديانة الإبراهيمية التي جاءت بديلا عن الدين الإسلامي، بل حتى عن الدين المسيحي، بل حتى عن الدين اليهودي، ليخترعوا ديانة جديدة المقصود منها تسويق الكيان الصهيوني في إطار هذه الديانة الإبراهيمية. وهذه هي اللعبة القذرة التي أرادوا أن تنفد إلى الساحة السياسية الفلسطينية والعربية والإسلامية. وعليه جاءت معركة 27 أول أكتوبر لتعيد القضية الفلسطينية إلى الأجندة الإقليمية والدولية، لتحيي القضية الفلسطينية تبعث فيها الحياة، لتوجه رسالة أنه لا يمكن السير في ركاب التطبيع وفي مسار التطبيع مع العدو الصهيوني. نعم. قبل أن تحل القضية الفلسطينية، العدو الصهيوني كان يريد أن ينفض أيديه عن القضية الفلسطينية وحلها بالدخول إلى مسار اسمه مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكنا على وشك تطبيع جديد يضاف إلى التطبيع الذي وقع مع البلاد العربية الأخرى قبل 27 أول أكتوبر. لهذا أعتقد جازما أن معركة 7 أكتوبر حققت إنجازا كبيرا جدا جدا بإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي والحقيقي والجوهري، وأعادتها كقضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، وقضية مركزية للثائرين والمناضلين والأحرار في هذا العالم. الأمر الآخر
أن هذه المعركة أعادت روح البطولة والشجاعة والعنفوان والشعور بالكرامة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، لأننا هزمنا نفسياً قبل أن نهزم عسكرياً في عام 48 وعام 67 وفي المعارك الجزئية أو الكلية التي تلتها، مع انتصارات خجولة وجزئية حدثت كانت تدمر أو ينكص على أعقابها بالتطبيع مع الكيان وعقد الاتفاقيات معه. لهذا هناك روح جديدة في الأمة، تحولت القضية الفلسطينية إلى ملهمة للأجيال الجديدة والقادمة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين ومن أحرار العالم. نعم، إذا أردنا أن نعدد الإنجازات التي ترتبت على 27 أول أكتوبر فهي إنجازات كبيرة وعظيمة لا تخطئها العين، ولكن هناك من يريد أن يغير في هذه المعالم وأن يبعد لغة الانتصار عن هذه المعركة البطولية التي حدثت. طيب، سؤالي الأخير لك فقط أستاذ محمد نزال والوقت لم يعد في صالحنا كثيرا سيدي، تصوركم للقادم ما بعد حرب، ما بعد هذه الحرب؟ لا أستطيع الآن الحديث عن القادم لأننا بكل صراحة مشغولون بالحاضر وهو أن نوقف العدوان، ولكنني أعتقد أن صفحة جديدة في التاريخ ستكتب، وأن ما كان عليه الوضع ما قبل 7 أكتوبر لن يكون عليه الوضع ما بعد 7 أكتوبر. نعم، نحن أمام انتصار عظيم، نعم محمل بالآلام والعذابات والجراح التي هي ليست بسيطة، ولكن الشعب الفلسطيني دفع على مدار 75 عاما أثمانا باهظة مؤلمة، وليس له إذا أراد الحصول على حريته واستقلاله إلا أن يواصل دفع الثمن. نعم، والنصر بإذن الله سيكون حليف المقاومة، وما ذلك على الله بعزيز. الأستاذ محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أشكرك من أعماقي شكرا جزيلا لتكرمك بتشريفنا والحضور معنا في هذا الحوار، لك المحبة والاحترام والتقدير، شكرا جزيلا لك، وأملنا أن يحق الله الحق وأن ينتصر الشعب الفلسطيني وأن تنتهي هذه المأساة، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. أحييكم مشاهدي الكرام، ألتقيكم في الحوار القادم، دمتم جميعا بأمان الله، إلى اللقاء.